العودة إلى أمل دنقل هي عودة إلى الشعر الخام. الحق والعدل قيم أساسية في شعر أمل وفي حياته. لأن أمل دنقل ابن الوضوح والمصاعة كان يبحث عن القاسم المشترك الأعظم بينه وبين المتلقي. كل ما كنت أكتبه في هذه الصفحة الورقية صادرته العسس. المضيء على تجربة الشاعر الغائب الحاضر بصحبة أمل اتحول لفكرة رفيقة دربه الكاتبة السيدة عبلة الرويني. فاحتملت لواءك بالمرفقين واحتسبت لموتك مستشهدي. وصديقه الناقد والشاعر الدكتور محمد بدوي. هل ترى هي أشياء لا تشترى؟ بيت القصيد يأتيكم الثلاثاء 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.